أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد اليوم في ملفها الأول. الهدوء الحذر في محاور القتال قرب درنة واستمرار قوات الكرامة في تحشيد مقاتليها على تخوم المدينة. في الملف الثاني نناقش اتفاق مراقبة الحدود الجنوبية المشتركة مع النيجر وتشاد والسودان نهاية رمضان المقبل. أكد مراسل ليبيا الأحرار في درنة وصول الكتيبة 101 بقيادة محمد بصيط إلى محاور القتال على تخوم مدينة درنة، وقرب وصول كتيبة الصاعقة بنغازي بقيادة وينيس بوخمادة للانضمام للقوات المحاصرة للمدينة. هذا وتتواصل القوات التابعة لعملية الكرامة تحشيد عناصرها على تخوم درنة منذ أسابيع استعدادا لاقتحام المدينة. وتشهد المدينة درنة يوم الجمعة هدوءا حذرا في محاور القتال عقب اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات عملية الكرامة وشورى مجاهدي المدينة الخميس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. من جديد يخيم الهدوء الحذر على محاور القتال في جنوب درنة عقب محاولة الكتائب التابعة لغرفة عمليات المختار التابعة لعملية الكرامة الخميس التقدم نحو تخوم المدينة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة استمرت لساعات. المتحدث باسم شورى درنة محمد المنصوري قال إن قواتهم تمكنت من صد هذا الهجوم، مؤكدا استهدافهم عددا من المواقع العسكرية لقوات الكرامة بالمدفعية الثقيلة. الاشتباكات أسفرت عن سقوط جريحين من قوات شورى مجاهدي درنة، أحدهما غادر المستشفى بحسب مراسل الأحرار، فيما أكد مصدر طبي من المستشفى الميداني القبة ارتفاع قتلى قوات الكرامة جراء المواجهات إلى 7 قتلى إضافة إلى 6 جرحى إصاباتهم متفاوتة. وفي ردود الفعل أطلق عضو المجلس الأعلى للدولة عن درنة منصور الحصادي نداء عاجلا لوقف محاولات اقتحام قوات الكرامة من مدينة درنة ورفع الحصار عنها. الحصادي قال في ندائه الذي وجهه إلى كل من رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومجلس النواب والبعثة الأممية إضافة إلى أعيان ومشايخ ليبيا عامة وبرقة خاصة، إنهم مستعدون للجلوس للحوار مع كافة مكونات المدن المجاورة لدرنة لإنهاء الخلاف بالطرق السلمية دون وقوع أي أضرار بشرية، محملا الجميع المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما تتعرض له مدينة درنة من تصعيد عسكري واستمرار للحصار عليها من قبل قوات عملية الكرامة. فهل سيلقى نداءه أذانا صاغية ليعم السلام في تخومها عوضا عن الرصاص؟ وكيف سينعكس هذا التصعيد على الأوضاع المعيشية المتأزمة لسكان درنة المحاصرة أصلا؟ نناقش هذا الملف مشاهدينا مع ضيوفنا عبر سكايب من درنة الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة سيد محمد المنصوري، عبر الهاتف من بنغازي الناشط السياسي سيد خالد السكران، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط القانوني والسياسي السيد سامي الأطرش. أبدأ من السيد السكران. سيدي الكريم، تصعيد عسكري على تخوم مدينة، في أي سياق يمكن أن يوضع ذلك؟ مساء الخير، مرحبا بك بقناتك وبضيوفك الكرام. اولا ترحب على شهداء العمل الارهابي في مقر مفوضيه الانتخابات في مدينه طرابلس، تقبلهم الله برحمته. والله انا الوضع اللي في مدينه درنة، انا كمواطن وكشخص وكابن هذا الاقليم قلقني جدا، واعرف هذه المدينه مدينه الفن والثقافه، مدينه الجمال، ومنذ فترة طويلة نحن نتمنى وندفع أن يتم هناك حل بطريقة سلمية وطريقة أكثر مدنية. أنا أتمنى تدخل الخيرين من كل مناطق ليبيا لإبعاد شبه الحرب على هذه المدينة التي تستحق حياة أفضل وإبعادها عن الحرب. طيب لماذا طبعا حسب قراءتك لماذا تصعيد عسكري والآن؟ هو خلينا نكون واضحين وصادقين. درنا منذ سنوات خارج سيطرة الدولة الليبية بشكل رسمي.
أنا كنت أتمنى ولو هناك أشخاص تبعين للتيارات الإسلامية لأشخاص أجانب كما يقال، على حسب ما نسمع أن هناك دول تضغط في شان حدوث أو إيجاد حل عسكري في درنا، لأن هناك أجانب موجودين من تنظيم داعش في مدينة درنا. أنا أتمنى أن يكون هناك ممر آمن وخروج ما يمكن إخراجه باتفاق دولي أو باتفاق محلي لإخراج هؤلاء المقاتلين من مدينة درنا. ما نسمع عنه أن من هم موجودين في مدينة درنا يرفضون الخروج. أنا أتمنى ومع طيب سيد السكرانس، سنعود لمناقشة كل هذه التفاصيل خاصة بأنك تطرقت إلى عديد النقاط، فقط دعني أذهب إلى سيد الأطرش لأسألها عن تداعيات هذا الحدث وهناك مدنيين محاصرين بالداخل. سيد الأطرش، كيف تابعت تصريحات القوات التابعة للكرامة حول التحشيد العسكري على تخوم المدينة؟ نعم، أولا تحية لحضرتك ولمشاهديكم وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني استمرارا لحالة الحصار التي يعني طالت ومنذ فترة، وكان بالتأكيد المتضررين هم المدنيين، فأنا أعتقد أن هذا بالتأكيد يشكل يعني مخالفة دولية، وأستغرب بالحقيقة من موقف الأمم المتحدة رغم إعلامها وإخطارها في عدة مناسبات بعدم مشروعية هذا العمل تحت بنود القانون الدولي، وخاصة وأن الأمم المتحدة هي تعتبر مسؤولة بشكل أو بآخر وفقا لمعطيات البند السابع من أحكام الميثاق. إذن نحن أمام حالة من المخالفة القانونية الدولية، وموقف الحقيقة سلبي من الأمم المتحدة تجاه استمرار هذه الحالة، والتي بدأت الآن في التصعيد إلى حالة حرب وخطاب حرب، وهذا بالتأكيد يزيد الأمر سوءا ويجعل الأمم المتحدة هي المسؤولة الحقيقة المباشرة على أي عمل عسكري يوجه إلى هذه المدينة التي يقضنها يعني عدد كبير. أن أذهب إلى السيد المنصوري لأخذ منه آخر مستجدات الأوضاع الأمنية هناك. سيد المنصوري، قلت تستمع لي الآن بشكل جيد، يعني في ظل وصول الكتيبة 101 إلى محاور القتال هناك على تخوم المدينة، كيف هي فعليا الأوضاع الأمنية داخل درنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأوضاع داخل المدينة الحمد لله أمنيا تشهد استقرار عالي. مديرية الأمن برئاسة العقيد فايز النويسري وإدارة المسؤول ملف الأمني العميد يحيى صعمار، أوضاع الأمنية في مدينة درنا جيدة جدا، مستقرة، الناس تمارس حياتها الطبيعية في ظل الحصار المفروض من قبل ميليشيات الكرامة، لازالت تمنع عن مدينة درنا مشتقات الوقود. طيب هذا عن داخل المدينة، وسنعود لمناقشة الوضع الإنساني. سيد المنصوري، نحتاج إلى معرفة التفاصيل. نعم. عن تخوم المدينة، هناك كتيبة 101 وصلت إلى هناك، هل هناك كتيبة أخرى؟ ما كيف هو الوضع حاليا على تخوم المدينة؟ حقيقة أن اللي على تخوم المدينة كتيبة 66 وكتيبة 105 وكتيبة 155 وكتيبة 101 كما يقال برأس بسيط. هذه الحشود العسكرية على تخوم المدينة في محاور المدينة، يعني على الحدود الإدارية المدينة في منطقة الحيلة، منطقة الدار الحمر، في الفتاية، في المدخل الغربي، في محاولة لهم لاستهداف المدينة في الداخل، يربون يعني بالأسلحة الثقيلة في طيب هل أفهم منك الآن يعني بأن هناك اشتباكات، تحدثت بأن هناك يعني أسلحة ثقيلة؟ نعم، هناك اشتباكات تحدث بيننا وبينهم في هذه اللحظة. نحن لم نعتدي على أحد، الآن لا توجد اشتباكات، هناك هدوء حذر. مساء اليوم حاولت بعض سيارات هذه الكتائب المعتدية على درنا أن تدخل حدود الإدارية المدينة، تم استهداف إحدى سياراتها وإصابة من فيها بجروح. الأوضاع العسكرية بالنسبة للشورى يعني تحت السيطرة. هذه الكتائب هي أتت من جدابية وأتت من بنغازي وأتت من تلك المناطق. نحن لم نذهب إلى أحد ولم نعتدي على أحد. نريد الأمن والأمان في مدينة درنا، نريد تحقيق
الأمن الحقيقي. طيب سيد المنصور، عندما وصل إلى علمكم بأن هناك كتائب متوجهة إلى تخوم المدينة، هل قمتم باستعدادات أمنية معينة؟ طبعا الاستعدادات الأمنية على قدم وساق لن تتوقف، وما توقفت أصلا في السابق. الاستعدادات العسكرية كذلك جاري على قدم وساق. نحن كمجلس شورى مجاهدي درنا وضاحية من أبناء درنا، بل لدينا من أبناء المناطق المجاورة، من مرتوبة، من العزيات، من حتى من القبة وعين مارة، عندنا شباب متطوعين مع شباب المدينة. نحن ندافع عن مدينتنا، ندافع عن أهلنا، لا نريد الإجرام الذي حدث في بنغازي أن يحدث. نريد الدولة الليبية أن تقام بمؤسساتها بحكومة واحدة. طيب واضح جدا سيد المنصوري، فقط اسمح لي أن أعود إلى باقي الضيوف. سيد السكران، من المؤكد بأنك تابعت هذه التفاصيل على تخوم المدينة، كيف تعلق على ذلك؟ هناك كتائب متواجدة الآن، وهناك كتائب قد تلتحق بهذه الكتائب. أنا من أحب، يا ريتك تسألي سيد محمد المنصوري سؤال واضح ومهم جدا. هل حصلت اتصالات ومفاوضات لإيجاد ممر آمن لخروج المقاتلين الموجودين؟ طيب سنوجه هذا السؤال إلى سيد المنصوري، ولكن أجبني فقط على ما سألت. نعم. والله شوفي، كل المؤشرات تدل أن هناك حرب في الطريق في مدينة درنا، وكما قلت لك من البداية أنا من الناس اللي أتمنى أن لا تحدث هذه الحرب لا في درنا ولا في أي مكان في ليبيا. أتمنى إيجاد حل سلمي، ولو موجودين مقاتلين يرفضون دخول قوات المسلحة لمدينة درنا وبسط سيطرتهم على مدينة درنا، أن يتم توفير ممر آدم لخروجهم من مدينة. طيب هل تتوقع في ظل كل ما ذكر السيد المنصوري بأن لا تزال هناك فرصة للتفاوض أصلا؟ أنا وجهتك سؤال، يريدك توجهي للسيد المنصوري. سأوجه عند عودتي إليه، أجبني فقط سيد السكران. نعم، أنا أعتقد ولو توفرت النوايا ولو كانت هناك مفاوضات علنية تسبب إحراج لكل الأطراف، ممكن ننجح في وجود حل في مدينة درنا. أن تكون مفاوضات علنية، تكون مفاوضات علنية وليس سرية. طيب سيد الأطرش، في ظل ما استمعت إليه، هناك تحشيد عسكري واضح، ويبدو ووفقا لما قال السيد السكران قد تكون هناك حرب وشيكة في درنا، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، وبالتأكيد يعني هناك تهديدات واضحة واستعدادات على الأرض واضحة، ولكن يظل الحقيقة النداء إلى عدم تكرار تجربة مدينة بنغازي، لأنه الحروب عادة لا يوجد فيها منتصر ومهزوم، الجميع هو خاسر في هذه المعركة وخاصة المدنيين، وهذا ما يهم في هذه المعادلة. أما اختيار الشكل السياسي والأيديولوجي في كل منطقة، هذه مسألة تحسم في مرحلة لاحقة نعتقد بطرق أخرى، ومن ضمنها إنهاء الصراع السياسي القائم في ليبيا وإدخال الاتفاق السياسي الذي يتضمن المفاهيم التي نسعى جميعا لها، وهي الدولة المدنية الديمقراطية التي يسودها القانون. ولكن هل ما نصب إليه أو تصب إليه ليبيا بشكلها الديمقراطي الذي يريد أن يراه الجميع مقبول أو قد يكون واقعي في ظل ما نراه اليوم في درنا؟ في درنا نحن لا نرى الحقيقة إلا صراع ممكن يكون على مستوى أيديولوجي بين جماعات دينية متطرفة وبين مشروع بناء الدولة المدني، والاثنين يسيران في طريق حتى هذا التاريخ طريق متوازي ولا يوجد صدام بينهما. ولكن نعتقد اختيار الشكل الديمقراطي في مدينة درنا أو السلوك الديمقراطي لمدينة درنا لن يتأتى إلا إذا تم علاج الحقيقة المشكلة على مستوى الوطن الليبي، ولكن الحلول التلفيقية باستخدام القوة من أحد الأطراف في ليبيا تجاه أي مدينة هو عبارة عن تصعيد وتعقيد للمشهد السياسي أكثر من أي شيء آخر، وأنا نعتقد أن السلبيات ستكون أكثر بكثير من الإيجابيات. طيب أعود إلى سيد السكران. سيد الكريم، تحدثت بأنك قد ترى هناك حل في الأفق، هل مكونات اجتماعية ما قد تعمل على إحداث هكذا حل؟ سيد خالد. نعم، سألتك، تحدثت عن ضرورة المصالحة وإنهاء ما يحدث في درنا، سألتك هل هذا ممكن؟ هل هناك مكونات اجتماعية ما قد تقوم بذلك فعليا في
في ظل هذا التحشيد الذي نراه اليوم؟ أنا أعتقد أن ممكن توفير ممر آمن لخروج العسكريين. نحن سمعنا أن تم اقتراح ممر آمن حتى مدينة سرت. أنا أتمنى من السيد محمد المنصوري أن يرد على هذا التساؤل، هل حقيقة كانت في مفاوضات في هذا الإطار أو لا، وما هو الحل اللي هو يريده المسلحين. يعني هو حضرته يتكلم أن رافضين قوات الجيش ويقول أن هؤلاء ميليشيات الكرامة، ما هو الحل الذي يتكلم عليه؟ هل يريد إدخال المدينة في حرب تاكل الأخضر واليابس، أو ممكن أن يتم توفير ممر آمن والخروج من طيب نتوجه بسؤالك هذا إلى السيد المنصوري. سيد المنصوري، السيد السكران يقول لك بأنه قد تم تواصل بينكم أنتم وبين الكتائب التي متواجدة الآن على تخوم المدينة، وبأنهم اقترحوا عليكم أن تكون هناك ممرات آمنة لكي يخرج المدنيين منها، هل هذا صحيح؟ لم يتم تواصل بيننا وبين الكتائب المحاصرة لمدينة درنة. نحن لم نتواصل معهم، ونستغرب أنك تقول واحد سيب بيته وأطلع من هوشة أو أطلع من مدينته، ونحن الحمد لله رب العالمين ما جبناش شر لهالنا في المدينة ولا جبنا يعني ضررهم. نحن من فضل الله عز وجل توحدت جهودنا بالمدينة، حررنا المدينة من تنظيم داعش وطردنا وهرب إلى مدينة سرت حوالي 800 كيلو. يعني أنت الطالب فيه أنا نخلي مدينتي وسيب مدينتي، وأنت سيبت الدواعش، وكيف نأمن على أهلي؟ يعني سيد منصوري فعليا لم يكن هناك أي تواصل معكم من أي جهات؟ يعني يحدث ثانية يعني. نعم، هل فعليا لم يكن هناك تواصل معكم من أي جهة من خارج مدينة درنة؟ نحن لم نتواصل معهم ولن يتواصلوا معنا هم. نحن هم لن يسمحوا لقبيلة العواكلة أن يتواصلوا ويتحاوروا معنا. قبيلة العواكلة قبيلة العبيدات من منطقة لبرق، فسدت حشود عسكرية إلى منطقة لبرق وهددوا وحرقت سيارتهم وهددوا أن أي قبيلة تمشي تفاوض معنا ولا تحاور مع أهالي درنة أو مكونات المدينة الأربعة الاجتماعية والعسكرية والأمنية هددت، فكيف بيتكلموا معنا نحن؟ طيب أنتقل بهذه النقطة فقط إلى السيد السكران حتى لا نذهب إلى نقطة أخرى. سيد السكران، السيد المنصوري يقول بأنه لم يكن هناك أي تواصل معهم، وأن حتى المكونات الاجتماعية وأعيان القبائل هددوا ولم يسمح لهم بالدخول إلى درنة، كيف تعلق؟ والله أنا كنت أتمنى أني نسمع كلام غير هيك. يعني أنا أتمنى أن تعطى فرصة لإبعاد شبح الحرب عن مدينة درنة وحقن الدماء وإيجاد حل سياسي اجتماعي يبعد هذه الحرب عن المدينة. طيب وفق ما ذكرت، تصريحات المسماري وأبو خمادة وحفتر حول سرعة وضرورة إنهاء الحرب داخل درنة وصفها بمعركة، مقارنة كلامك بهكذا تصريحات؟ سيد خالد، أنا أتمنى تطلع مبادرة حتى من داخل درنة. يعني إذا كان الطرف الجيش كما يقول السيد المنصوري يرفض إيجاد أي حل، أتمنى أن تخرج مبادرة من داخل مدينة درنة، أن يتم التواصل مع قيادات الجيش، مع قيادات القبائل في منطقة قليب برقة، مع الحكومة المؤقتة، مع رئيس البرلمان، لإيجاد حل يبعد الحرب عن المدينة. طيب سيد خالد، هل تعتقد بأن الطرف المتواجد الآن على التخوم أو لا؟ هل نعم هل تعتقد بأن من يتواجد الآن والتصريحات المختلفة بالتحشيد العسكري وفق ذلك، هل تعتقد بأنه إن كانت هناك مبادرة من داخل درنة قد تحظى بقبول لديهم؟ لماذا لا يتوجه إلى السيد رئيس البرلمان؟ لماذا لا يتوجه للسيد رئيس البرلمان بهذه المبادرة؟ هل تعتقد بأن مبادرة ويتم طرحها بشكل علني؟ يتم طرحها بشكل علني، لأن المبادرة ماذا تعني؟ أنك تقدم اقتراحات وتسمع الطرف الآخر.
هل تعتقد بأن ما يحدث وهكذا تحشيد عسكري هو مبارك من قبل مجلس النواب أصلا؟ لا، ليس لدي معلومات. لا يعني أعتقد أن مجلس النواب بعيد عن العمليات العسكرية. طيب أذهب بما تحدثت عنه لسيد الأطرش. سيد الأطرش، يعني مبادرة الممرات الآمنة للمدنيين هنا بغض النظر عن من يقتتل داخل المدينة أو على تخومها، كيف تراها أصلا؟ أنا الحقيقة ضد مبدأ يعني سياسة التركيع وسياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف على طرف الآخر في ليبيا الآن، لأنه يعني من حق الجميع طالما لم تقم الدولة أن يحتفظ الحقيقة بموقفه إلى أن يتم الحقيقة بناء يعني تنظيمات الدولة الصحيحة وفقا للمعطيات التي تم اختيارها في ثورة 17 فبراير. ولكن أن يطلب طرف من الطرف الآخر لأنه يملك القوة والسلاح تحديد موقف سياسي أو موقف عسكري، أنا نعتقد أنه أنا ضد هذا المبدأ ولا أوافق عليه. يعني لا يمكن لنا الحقيقة أن نقبل سياسة التركيع وفرض الأمر الواقع بغض النظر على من هم في درنا حقيقة وما هي القوة الموجودة داخل مدينة درنا. طيب. يعني المبدأ نفسه يعرض المدنيين بالتأكيد إلى دفع ضريبة باهظة وإلى العمران في درنا كما حدث في بنغازي، وبالتالي علاج الإشكاليات يجب أن يكون مدروس وفقا للمعطيات الموجودة على الأرض وليس وفقا لمفهوم مبدأ القوة والتحكم وفرض سياسة الأمر الواقع. واضح جدا سيد الأطرش. اسمح لي فقط أن أعود إلى السيد المنصوري. سيدي الكريم، هناك تصريحات تلفزيونية لك تحدثت عن مشاركة أفراد من الجيش المصري وذكرت مرتزقة من تشاد في هجمات تعرضت لها مواقعكم، ما دقة هكذا تصريحات منك؟ طبعا الحقيقة أن من يدير غرفة العمليات في منطقة لبرك في مطار لبرك معلومات دقيقة عندنا ورسمية ومؤكدة أن من يدير هذه الغرفة العمليات والطائرات المسيرة هم مصريين وإماراتيين. لابد أن نكشف الحقيقة ولابد أن الشعب الليبي يوعى لهذه الحقيقة ولا ينكرها. فضحت الصور التي نشرتها ميليشيات الكرامة عدة أجانب ومرتزقة يقاتلون في صفوفهم في مناطق عدة ومن ضمنها وأخرها هي ما على الحدود الإدارية لمدينة دارنا في منطقة الحيلة. إذا تستند إلى أدلة موجودة لديكم أنتم هناك؟ سيد المنصوري. نعم أسمعك. أستند إلى الأدلة الخاصة بنا والمصادر الموثوقة لدينا أن حفتر من يحرك فيه هذه الدول، وقبل محاولة اجتياحهم للمحور الحيلة بالأمس قصف الطائرة بدون طيار عدة مواقع في منطقة الحيلة. منين حفتر يملك طيارة بدون طيارة أو كذا؟ الحرب حقيقة هي حرب ثورة مضادة. نحن لم نعتدي على أحد ولم نذهب لأحد في مكان ولم نأتي لا نعتدي على عين مارة ولا على القبة ولا أي منطقة، وكثير من المناطق يعني العواكل جونا يبدوا دعوة للصلح وقلنا لهم مرحبتين تفضلوا، وقبلها المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وكذلك قلنا لهم تعالوا أسمعوا منا خذوا، لكن إنك تفرض يدي تفرض علي وتلوي يدي هذه ما تمشيش بالكل. ونحن قاعدين في بيوتنا وقاعدين في مدينتنا ونحافظوا عليها، ما نسمحوش لأحد أن ينقلنا سيناريو بنغازي في مدينة طيب درنا. لا يعني لا قدر الله حدث تصعيد أكبر هناك، يعني كيف سيكون التعامل من قبلكم؟ سندافع على أنفسنا لعند آخر لحظة. نحن مش حنسلموا نسائنا وأطفالنا وبيوتنا لتلك الميليشيات. رأينا ما حدث لأهلنا في بنغازي، تهجير وقتل وسرقة بيوتهم، واكتبوا علينا هذه البيوت ملك أولياء الدم التابع لحفتر، ونفس تصرفات داعش، هذه البيوت ملك الدولة الإسلامية. ما الفرق بينهم وبين ممارساتهم الداعش؟ هل نترك أهلنا محمود الورفليني يقدر يصفي في شباب المدينة في مكبات القمامة ويقدر حفتر يتفرش عليه وساكت؟ والله نتركه للفوضى اللي سيرها في بنغازي، السيارات المركونة وكل ما خالف حفتر؟ ما هو النموذج الحقيقي؟ ما هو النموذج الجيد؟ نحن نريد دولة تكون على بناء صحيح، دولة مؤسسات، الرجل المناسب في المكان المناسب، مش فوضى طيب واضح سيد المنصوري. أذهب بكل ما ذكرت إلى السيد خالد. من المؤكد أنك استمعت إلى ما قاله السيد المنصوري، كيف تعلق على كل ما ذكره؟ و
والله انا مانيش فاهم الحرب او الوضع اللي هو موجود داخل درنا. انا دائما نتصل باصدقاء يطمنوا فينا ان الوضع داخل درنا. هناك دول تقول لدينا اسماء لدواعش وارهابيين موجودين داخل درنا ومعروفين بالاسم ويصدرون الارهاب وبالاخص دوله مصر. يعني هذه المعلومات التي لدينا. اذ كان السيد محمد المنصوري انا يعني نحييه على غير تعلي مدينته واللي هي تعتبر مدينتنا ولدينا الكثير من الاصدقاء والاهل واللي انا اتمنى لها من داخل مدينه بنغازي يتكلم الان ان يبعد عنها شر الحرب والدمار والدم. اذ كان ليس هناك مسلحين لماذا لا يفتح لماذا لا تفتح المدينة لدخول؟ طيب سيد خالد لماذا لم نرى هكذا تحشيد عندما كان تنظيم الدولة يتواجد داخل مدينة درنة؟ لماذا الآن؟ لا أعتقد أنها كانت الحرب كبيرة في مدينة بنغازي. يعني في ذلك الوقت كانت عدة محاور في مدينة بنغازي وفي مدينة سرت. كان صعب جدا أعتقد أن تفتح جبهة جديدة في مدينة درنة. يعني أنا لست ضليع بالعمل العسكري ولكن هذه وجهة نظري. يعني طيب وليس إن كان الموضوع هو موضوع إرهاب ألا يجب أن يحارب بنفس الطرق؟ درنا محاصرة لها سنتان يا سيد خالد أو لديها سنتان. أنا قناعتي أن ليست وأنا متخصص يعني في الجماعات الإسلامية وفي التيار الإسلامي ليس الحل العسكري هو الحل الوحيد واليتيم لحل هذه المشاكل في أي دولة في العالم. ولو التجأنا إلى الحل العسكري فقط أو الحل الأمني سيكون الفشل هو الذي سيقود الأمور بعد ذلك وترجع هذه الظواهر من جديد. هذه الظواهر تحتاج إلى حل كامل، حل اجتماعي، حل سياسي، حل اقتصادي، حل نفسي، حل أمني. أنا ضد الحرب ونقولها للمرة الألف ضد الحرب في درنا أو في أي مدينة داخل ليبيا. ولكن الأخ محمد المنصوري الآن يقول لنا على الهواء ما هو الحل الذي قدموه. هو طيب. يقول ميليشيات الكرامة. من الجيد أنك تحدثت عن زاوية الحل ولكن أريد أن أذهب بها إلى سيد الأطرش. يعني إن سمحت لي سيد خالد وأعتذر منك للمقاطعة. سيد الأطرش الحل ماذا في هكذا أزمة يعني أمدها كان طويل أو ولا زال طويل؟ هل تدويل الملف هو الحل برأيك؟ لا على الإطلاق. يعني الحل هو الاتجاه نحو توحيد كافة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية الأخرى. ولكن هل هذا ممكن سيد الأطرش عمليا يعني في ظل التشظي الداخلي داخل ليبيا؟ نعتقد على مسؤولية الأمم المتحدة الحقيقة أن تقوم بهذا الدور وعلى المبعوث الدولي أن يتقدم إلى مجلس الأمن بالشخصيات الليبية المعرقلة للحياة السياسية في ليبيا وإلى إرجاعها لمرحلة البناء السياسي الصحيح. لأن كما تفضل السيد خالد السكران الحقيقة بكل موضوعية أنه علاج الظواهر الإرهابية في ليبيا سواء كانت الإرهابية من الناحية التطرف الديني المحلي أو المصدر إلينا من الخارج في شكل ظواهر جديدة يعني كدواعش الدولة الإسلامية وغيرها، هذه تحتاج الحقيقة لوضع استراتيجيات من خلال دولة موحدة وجيش موحد وشرطة موحدة وأجهزة استخبارات موحدة وحكومة ووزارة داخلية واحدة وإلى آخره. تسألنا كثيرا في هذه الحلقة عن أسباب التصعيد وأعتذر منك للمقاطعة ولكن لأنك أيضا تحدثت عن نقاط هامة. هل تعتقد بأن عودة حفتر كانت وراء هذا التصعيد على الأرض وهذا التحشيد العسكري من مختلف المناطق؟ عودته من أين يعني؟ من مرضه؟ نعم من مرضه أو رحلة علاجه أو سميها ما شئت سيد الأطرش. لا كما تفضل ضيوفك يعني عملية الحصار العسكري الحقيقة ليست جديدة يعني لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة في الأسابيع الماضية. وبالتأكيد هي عملية ممنهجة منذ فترة وسبقه في ذلك معمر بومنيار القذافي يعني حاصر هذه المدينة وها نحن ندفع ثمن التطرف الديني. يعني مدينة درنة تاريخها لم يبدأ من
حركة الكرامة أو غير ذلك، هذا تاريخ قديم. ولكن الجميل في البحث والحوار إلى الآن نعتقد هو ما تقدم به السيد خالد السكران بكل موضوعية، أنه علاج هذه المشاكل يتطلب الحقيقة وضع استراتيجيات صحيحة من تعليم ومن تصحيح خطاب الديني ومن بناء الفرص الاقتصادية لهؤلاء الشباب وعدة خطط الحقيقة طويلة المدى، لأن الضرر لمدة 42 سنة ليس بالبسيط. فعملية القهر والمحاصرة والضغط والتركيع، سياسة التركيع والترهيب والعنف لا تولد إلا مزيد من العنف يعني الحقيقة. وهذا ما دعوت إليه أنا، أنه على الجميع أن يتوقف على سياسة فرض الأمر الواقع إلى أن تقوم الدولة، وعندها لكل حادث حديث. طيب واضح سيد المنصوري المتحدث من درنا أضاف الحقيقة أنه يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، فلنتيح فرصة الحقيقة نحن طالما لا يوجد إرهاب الآن في مدينة درنا، ولا يوجد قطع للرؤوس، ولا يوجد محاكم حسبة، ولا يوجد مظاهر دينية، علينا أن نتيح فرصة لهذه المدينة أن تلملم جراحها بعد الحرب مع الدواعش، ثم بعد ذلك تقوم الدولة. يعني لماذا لا يركز الجيش الآن على توحيد مؤسساته ويواصل ما بدأه في جمهورية مصر؟ طيب، توحيد الجيش الليبي واضح جدا. يعني سيد الأطرش فكرتك أصبحت واضحة جدا. أعود إلى السيد المنصوري. سيد المنصوري، يعني أبو خمادة قال أن أبناء مدينة درنة من المقاتلين، عليهم تسليم أنفسهم لعرضهم على المحاكم، كيف تعلق على هذا التصريح؟ أولا يعرضوا أنفسهم هم على المحاكم قبل الإجرام اللي يرتكبوه هم، فعتهم نبش القبور وقتل جهارا نهارا في شوارع بنغازي، فليعرضوا أنفسهم هم أنفسهم على 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 المحاكم، ويعرضوا أنفسهم على قضاء حتى يبرر أنفسهم. هم لا يظهرون أنفسهم، أن يظهروا في أنفسهم أنهم جيش وأنهم دولة، وهو كذب كله على أرض الواقع. لم نجد هذه الأفعال. نحن كمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية واضحين، من له مظلمة علينا وحق علينا حقيقي واضح بالأدلة وبالبراهين، ليس يعني بالتلفيق والكذب. طيب، ولكن هناك من يقول سيد منصور بأنكم أيضا متعنتون، يعني سأعطيك مساحة فقط اسمع مني. نوضح الفكرة متاعي. نحن قلناها في بياننا الأخير تاع حد حيات علي مفات والصلح خير، يعني نحن رانا مستعدين، لكن ما تفرضش علي إنسان مجرم في حق أهلنا في بنغازي وفي حق أهلنا في ليبيا ويجي يطبق علي العدل، هو ناقص أصلاً عدل. الشيء الآخر، نحن وتحاصرنا حصار لم تحاصر له المدينة أثناء وجود تنظيم الدولة. كان تنظيم الدولة في مدينة درنة موجود ومسيطر ومتحكم ويقتل في أهل درنة ويقتل في أهل المناطق المجاورة، لم تتعرض المدينة لا للحصار ولا للتضييق ولا للتجويع، بل كانوا يخرجوا ويدخلوا المدينة، بل قياداتهم الأجنبية اللي يحكوا عليها ادخلت مع مطار طبرق ومع مطار لبرق. يعني على أي كلام يقول لي يعني كلام ضيع؟ ندخل القيادات الأجنبية الداعشية، كما هرب تسهيل تنظيم هرب تنظيم الدولة إلى مدينة سرب 800 كيلو، كان يسهلوا لهم وهم قاعدين مسيطرين تنظيم الدولة. يعني هل القيادات الأجنبية اللي قضينا عليهم في دارنا منين دخلت؟ بالإضافة إلى ذلك القنوات الخاصة بهم والإعلام المؤجج والكاذب، هؤلاء أجانب. طيب، ولكنهم هم أيضا يقولون سيد المنصوري بأنكم لا تريدون أن تجلسوا معهم أو تتحاوروا، أنتم لديكم شروط وهم لديهم شروط، هذا ما يتم تداوله. نعم يا 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 يا, يا أختي، نحن في كمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها دائما نعظم حرمات الله، دائما كل من دعانا لتعظيم حرمات الله لحقن الدماء والكف الأذى نحن دائما ملتزمين بذلك. وقلناها في بياناتنا، عندنا بيان دعوة للصلح، وعندنا حتى حياة علي مفات، عندنا كثير من البيانات، لكن من تجده يهدد المدينة ويقصف في المدينة ويقتل في أهل درنا ويقبض على أبناء درنا على الهوية هم ميليشيات الكرامة. البرلمان، الأخ الفاضل خالد اللي يقول لك إن البرلمان ما لهش علاقة بالأمور العسكرية، البرلمان هو من بارك القصف المصري على مدينة درنا اللي راح ضحيتها في أهلنا في شيحة. يعني مدينة درنا لم تلحظ خير منهم، هم ما تمكنوش من مدينة درنا وفعلوا فيها الإجرام وقتلوا كثير من أبناء المدينة وسجنوا كثير من أول أمس قتلين واحد تحت التعذيب في سجونهم وغيرها. يعني هؤلاء لو يتمكنوا من درنا شديروا، ونشوفوا بتهديداتهم اللي قاعدين محاطين بينا
في محاورهم يدزوا في تهديداتهم. طيب واضح سيد المنصوري، دعني أذهب إلى سيد السكران إن سمحت لي. سيد السكران، المنصوري يتحدث عن خشية من سيناريو وصفه بالسيناريو أو سيناريو ما حدث في بنغازي، كيف ترد على ذلك؟ والله أنا لدي نفس المخاوف يعني، بس أنا أعتقد يعني هناك سلبية من بعض الأطراف وخاصة الاجتماعية في إقليم برقة. أنا أعتقد إذ كان هم يأكدوا على عدم وجود أجانب داخل مدينة درنة، كان عليهم تقديم مبادرة بدخول مفتشين للتفتيش داخل مدينة درنة. يعني نحن نسمع أن هناك جانب، أن هناك دول تشتكي أن تتعرض لعمليات إرهابية من وجود أبناء جنسيات هذه الدول مثل مصر داخل مدينة درنة، ويقوموا بتصدير الإرهاب والعمليات الإرهابية، وخاصة حدثت أكثر من عملية على الصحراء الغربية على حدودها مع ليبيا. السيد محمد المنصوري، أنا أقدر ما يقوله وما يقدمه من بيانات، وخاصة في البيان الأخير وأنا قريته اللي هو حتحات على مفات. أنا أتمنى أنهم هم يقدموا مبادرة عملية وفعلية بضمانات حتى ولو. طيب سيد السكران، أين المشكلة؟ المشكلة في الإرهاب في المدينة، المشكلة في مجلس شورى درنة تحديدا. مبادرة للسيد غسان سلامة لإرسال فريق مفتشين حتى ولو كان دوليين. سيد السكران، مبادرات عديدة طرحت من عدة يعني جهات، وللأسف لم نرى أي تفعيل لأي مبادرة منها. سألتك المشكلة التحشيد العسكري هنا لماذا؟ هل المشكلة داخل درنة في الإرهاب؟ المشكلة في أيديولوجية من يتواجد هناك؟ أين المشكلة تحديدا؟ في إيجاز يعني بالتأكيد إن, 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 إن الكلام الذي يقال إن درنة خارج سلطة الدولة الليبية، ولكن أي مدينة هي داخل سلطة الدولة الليبية يا سيد خالد؟ يعني هناك تشدي سياسي واضح، حتى تصريحات سلامة وغيره أكد ذلك. هل هناك أصلا فعليا دولة داخل ليبيا؟ وهناك جهة واحدة تمثل هذه الدولة؟ أنا قلت لك خلينا نتكلم بموضوعية وبكلام حقيقي. ما لدي من معلومات، ما نسمعه، ما نقرأه، ما نراه في كل بعض الدول تقول أن هناك أجانب موجودين في مدينة درنة. يجب على أهالي مدينة درنة التقدم حتى للسيد غسان سلامة، يعني كلام السيد سامي الأطرش أنا نؤكد عليه، بطلب فريق تفتيش يدخل إلى مدينة درنة، ثم بعد ذلك يتم بسط سيطرة الجيش. يعني السيد محمد المنصوري يعرف أن القوات المسلحة تتبع وشرية. أعتذر منك للمقاطعة سيد خالد، ولكن للأسف وقت هذا الملف قد انتهى. أعتذر منك مجددا، وأشكر كل من انضم إلينا في هذا الملف عبر سكايب من درنة، الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنة سيد محمد المنصوري، عبر الهاتف من بنغازي الناشط السياسي سيد خالد السكران، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط القانوني والسياسي السيد سامي الأطرش. مشاهدينا فصل قصير ومن ثم نواصل الملف الثاني في الحصاد. يوميات وحكايات تروى في قالب كوميدي تصف قصص الشارع الليبي وتناقضاته. أصيل وأيمن وعلي في الموسم الثالث من أولاد ناس، قريبا في رمضان. أذن الله يأتيكم في الأوقات التالية.
إلى الملف الثاني من حصاد اليوم. أهلا بكم. قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة قال أن ليبيا ستوقع على اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية المشتركة مع النيجر وتشاد والسودان، مؤكدا أن الاتفاق ينص على إنشاء مراكز اتصالات وتبادل معلومات وإنشاء دوريات مشتركة لضبط الحدود البرية بشكل أفضل. بهدف بسط السيطرة على الحدود الجنوبية المشتركة لليبيا مع النيجر وتشاد والسودان، أفاد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة بأنه سيجري التوقيع على اتفاق لمراقبة هذه الحدود في الخرطوم نهاية شهر رمضان المقبل. وأكد سيالة في لقاء مع إذاعة فرنسا الدولية أن مسودة الاتفاق تمت مناقشتها في نيامي خلال اجتماع حضرته النيجر وتشاد والسودان في 3 أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع جديد في أنجامينا لإنهاء الاتفاقية. وأضاف وزير الخارجية المفوض أن الاتفاق ينص على إنشاء مراكز اتصالات وتبادل المعلومات وإنشاء دوريات مشتركة للتحكم في الحدود البرية بشكل أفضل، وسيتم تنفيذه بدعم لوجستي ومالي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويأتي هذا الاتفاق على خلفية مساعي سابقة بشأن الجنوب الليبي قادتها الحكومة الإيطالية بتأسيسها لصندوق إفريقيا بقيمة 200 مليون يورو، وذلك على خلفية اجتماع عقد في يوليو من العام الماضي بروما بحضور دول أوروبية وإفريقية. المساعي الإيطالية في الجنوب الليبي أبدتها كذلك روما عندما أعلنت في وقت سابق توقيع اتفاق مع حكومة الوفاق يقضي ببناء قاعدة لوجستية لحرس الحدود الليبي والسماح بوجود مناسب لمنظمات الأمم المتحدة في المنطقة. التحرك الإيطالي يوازيه أيضا حضور فرنسي في الحدود الجنوبية المشتركة لليبيا مع النيجر وتشاد والسودان، بالإضافة إلى روابطها مع القبائل والمسلحين في المنطقة، فضلا عن أن فرنسا تمتلك قاعدة مادام العسكرية في أقصى شمال النيجر وغير بعيد عن ليبيا، ما يجعلها لاعبا أساسيا في أي اتفاق يجري تطبيقه في الجنوب الليبي وفي منطقة الساحل بشكل عام. لمناقشة هذا الملف معنا عبر الهاتف من سبا سيد محمد حمادي، باحث في مركز البحوث الإفريقية، وعبر الهاتف من تونس المحلل السياسي سيد غازي معلا. أبدأ من السيد حمادي، يعني من المؤكد بأنك تابعت هذا الخبر المتعلق باتفاق للحدود أو ضبط أو مراقبة الحدود الجنوبية المشتركة لليبيا، ما القيمة الفعلية والمطبقة على الأرض لهكذا اتفاق مزمع توقيعه في بعد رمضان أو نهاية رمضان؟ أول مساء الخير. طبعا هذا الاتفاق ليس بجديد، هو نتاج لمجموعة من الاتفاقات السابقة، أيضا نتاج لمجموعة من المفاوضات والمشاورات السابقة التي تواترت عليها الجهات ذات العلاقة من وزارة الخارجية، أيضا بعض الجهات الأخرى مثل خفر السواحل وأيضا الحرس الحدود. كان في السابق هناك بعض الاتفاقيات مثل اتفاق مغازي 2008 والاتفاق الآخر اللي هو اتفاق كان في طرابلس في عام 2012. كل هذه الاتفاقات أيضا تصب في سياق واحد، وهو تفعيل الدور المشترك لحماية الحدود ما بين ليبيا وأيضا الدول الحدودية النيجر وتشاد السودان. إمكانية تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع قد تتضح لنا بشكل أوضح في نهاية هذا الشهر، في حين الاتفاق النهائي أو التوقيع النهائي على هذا الاتفاق مثل ما هو مزمع. واضح. اسمح لي أن أنتقل فقط إلى سيد معلا لأبقى في ذات النقطة. كيف يمكن سيدي الكريم أن تستفيد ليبيا فعليا من هكذا اتفاق وهي بلد لها وضع أمني خاص نسبيا؟ يعني أعتقد أن الاتفاق بين ليبيا والدول المجاورة مثل تشاد والنيجر والسودان هو أمر سياسيا مهم وأمنيا أهم وأكثر، لكن الإشكالية هو في التطبيق هذا الاتفاق. يعني العملية معقدة جدا لأسباب عديدة، أولها أنه ليبيا الآن ليست لها السيطرة الكاملة كدولة كحكومة الوفاق خاصة السيطرة كاملة على المنطقة الجنوبية أو المنطقة الحدودية مع الدول الجنوبية، وهذا أمر مهم جدا. كيف لك أن تطبق اتفاق
وتسير مجموعات عسكرية أو حرس حدود أو ما إلى ذلك مع دول أخرى، وأنت فعلا لا تسيطر على كامل أراضي الصحراء الليبية. هذا أولا. ثانيا، هذه الدول مثل النيجر وتشاد مثلا أيضا لديها من المجموعات المسلحة المعارضة لها أو المجموعات الإرهابية التي تتمركز في حدودها الشمالية أو الجنوبية لليبيا، وتجعل منها هذه الدول أيضا دولة ضعيفة. كذلك المنطقة الحدودية مع بين السودان وليبيا هي منطقة فيها كثير من النزاع، منطقة الدارفور. الدولة السودانية لا تسيطر عليها بشكل مطلق. إذا الاتفاق هو من ناحية سياسية أمر مهم وجيد، لكن عمليا تطبيقيا يصعب جدا تنفيذه على الأرض إلا إذا كان هناك دعم غربي خاصة أمريكي فرنسي. سنعود لمناقشة هذه النقطة سيد معلا عن الدعم اللوجستي للتطبيق. أعود إلى السيد هاء حمادي. سيدي، ماذا تفهم هنا من جزئية إنشاء مراكز اتصالات، تبادل معلومات، إنشاء دوريات مشتركة للتحكم في الحدود البرية؟ سألتك عن الجزئية الواردة في هذا الاتفاق الاتفاقية أو هذا الاتفاق يتحدث عن إنشاء مراكز اتصالات، يتحدث أيضا عن تبادل معلومات. ما الذي تفهم من هذه النقطة يعني في ظل الوضع الحالي داخل ليبيا؟ أعتقد أن هذا الأمر فضفاض جدا، حيث أن الحقائق على أرض الواقع تشير إلى صعوبة وإذا ما قلنا استحالة تطبيق هذا الأمر بشكل مثالي، حيث أن النزاع حاليا قائم في المنطقة الجنوبية بدءا من عاصمة الجنوب سبعة والأوضاع النسوية المعروفة فيها، وأيضا انتشار عدة تحديات أمنية من تواجد مجموعات مسلحة متفرقة ذات انتماءات مختلفة في الربوع الجنوبي الليبي. عندما نرى في تطبيق الاتفاق يجب ان تكون هناك ارضيه مهيئه وبنيه تحتيه مهيئه على الاقل درج الحد الادنى منها حتى نستطيع انشاء مراكز لتبادل المعلومات او الاتصالات او حتى مراكز نقاط تجميع اذا اردنا مثل ما ذكر في الاتفاق الذي اعلنت عنه السعوديه سعوديه الاتحاد الاوروبي. ولكن مثل ما أوضحت مبكرا أن هذا الاتفاق قد يحدد نقاط أكثر تخصيصا. طيب، واضح جدا فكرتك حول هذه النقطة، واضحة ومن المؤكد بأننا كنا نرتقب النقاط التي سترد في هذا الاتفاق. أعود إلى السيد معلا. سيد الكريم، هل تعتقد بأن تحدثت عن الدعم اللوجستي وعن إمكانية تفعيله من دول أوروبية، هل يمكن أن تلعب فرنسا أو إيطاليا مثلا أي دور في تفعيل هكذا اتفاقية؟ سيد معلا، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع سيد معلا. أنقل ذات السؤال إلى السيد حمادي إن كنت قد استمعت إليه. سيد حمادي، سألت عن الدور الذي قد تلعبه دول غربية، فرنسا، إيطاليا وغيره، في تفعيل هكذا اتفاق. هذه الدول بمعنى أصح سوف تتدخل وفقا لمصالحها الاستراتيجية. بطبيعة الحال نحن نعرف حاليا سياسة العالم بأسره التحول الى سياسه المصلحه العلنيه، فاعتقد ان هذه الدول سوف تتدخل وفقا لطبيعه او ما تريده لطبيعه تواجدها وانفوذها في ليبيا، بالاخص من لها علاقات تاريخيه او دعنا نقول بعض الافكار التاريخيه فيما يخص ليبيا مثل ايطاليا وفرنسا تحديدا. من الممكن جدا ان تقوم ايطاليا بتفعيل منظومه حمايه الحدود المشتركه خلال الغطاء الجوي، كما ايضا هناك تصريحات سابقه من الحكومه الفرنسيه بتفعيل منظومه الحمايه الالكترونيه للحدود، ولكن كل هذه الامور تظل اعتقد انها حبرا على الورق، ما لم يتم التعامل مع التحديات على ارض الواقع. طيب، دعني أعود إلى السيد معلا الذي انضم إلينا مجددا. سيد معلا، هل هذه الدول الأوروبية بإمكانها فعلا تفعيل هذا الاتفاق المزمع توقيعه نهاية شهر رمضان؟ هل لديها القدرة اللوجستية المادية غيره؟ أعتقد أن القوى الغربية لديها القدرة ولديها الإمكانيات لدعم مثل هذا الاتفاق وتفعيله،
لكن هل هناك إرادة سياسية لدى الدول الغربية لتفعيل مثل هذا الاتفاق؟ أعتقد أنه هذا هو السؤال المهم. لكن من ناحية أنه لديها القدرة ولديها الإمكانيات هذا أكيد هذا الأمر. هل فعلا كما قال السيد حمادي يعني وفقا لمصالحها داخل ليبيا قد تتدخل وليست وفقا للإرادة؟ إنه مصالحها داخل الأراضي الليبية أو داخل ليبيا هي محفوظة، ولكن ليس بهذه الطريقة. هي لديها أجنداتها ولديها خططها وليس بدعم اتفاقات أو بغير دعم اتفاقات. الاتفاق الدعم الاتفاق مثل هذا هو يخدم المصالح الغربية أولا في محاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب، هذا هو الهدف الأساسي. لكن هل لديها الإرادة السياسية لإعطاء مثل هذه القدرة أو هذه الإرادة؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالسيد معلا. أعود إلى السيد حمادي. سيد الكريم، لماذا تعتقد بأن ليبيا اتجهت هذا الاتجاه؟ لماذا قررت أن توقع على هكذا اتفاقية والوضع يعني فعليا على الأرض صعب جدا وهناك تشضي لمؤسسات الدولة؟ طبعا ما أجزم به حاليا في هذه الفترة أن العالم ليس يعني هذه الدول أو القائمين على هذه الاتفاقية لا ليست لديهم صورة واضحة جدا عما يحدث على أرض الواقع فيما يخص العمليات الدائرة حاليا خصوصا في الجنوب الغربي. ما أرى هو أنهم يستمرون في تطبيق سياسة الأمر الواقع مثل ما حدث في الاتفاقية التي نفذت أو التي وقعت في أبريل 2017 في إيطاليا والتي وقعها سيد فايز سراج والتي كانت تنص أيضا على تفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة ما بين ليبيا وإيطاليا. كل هذه الأمور أعتقد أنها هي عبارة عن بروتوكولات سياسية. طيب هل تعتقد بأن هذا الاتفاق إذا رأى النور فعليا قد يساهم في الحد مثلا فيما يتعلق بقضية المهاجرين عبر السواحل الليبية إلى إيطاليا وغيره؟ بكل تأكيد إن كانت هناك نوايا حقيقية بدءا من معالجة بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول المصدر تتبعها بعض الإجراءات التحرزية والأمنية في الحدود الجنوبية، أعتقد أن هذا الأمر له دور كبير وفعال في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأيضا ضبط حركة المهاجرين غير الشرعيين من خلال الحدود الليبية. هل تعتقد بأن دول الطوق وخاصة في المنطقة الجنوبية لديهم القدرة الأكبر على تفعيل هكذا اتفاق؟ الصوت ينقطع. هل تستمع لي الآن بشكل جيد؟ نعم تفضل. سألتك عن الدور الذي ممكن أن تلعبها تشاد والنيجر والسودان من جهتها في تفعيل هكذا اتفاق إن سلمنا بأن ليبيا لا تمتلك إمكانيات كبيرة لتفعيل هذا الاتفاق. أعتقد أن هذه الدول لا تستطيع خلط في هذا الأمر بشكل، أعتقد أن نواياها ليست جدية حيث أن هذه المشكل أو هذه الظاهرة تفاقمت مؤخرا منذ 8 أعوام سابقة نظرا لغياب سيادة الدولة الليبية. فبالتالي هذه الدول لم تقدم أو تبذل مجهودات كبيرة لكي تمنع هذه الظاهرة أساسا من التفاقم أو كي تضبط حركة المهاجرين، وهي تعتبر غير أنها دول حدودية تعتبر أيضا من دول المصدر حيث يعبر وفود المهاجرين من غرب وسط أفريقيا بشكل سلس جدا من خلال، بل أنهم أعتقد أنهم يحققون منها بعض المكاسب الاقتصادية خاصة فيما يخص، إذا تكلمنا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كتجارة كحجم تجارة هي أيضا تدخل بعض الموارد الاقتصادية لمجموعات. واضح جدا سيد محمد حمادي، كنت معنا عبر الهاتف من سبها باحث في مركز البحوث الإفريقية. أيضا أشكر ضيفنا الآخر من تونس المحلل السياسي السيد غازي معلا. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حصاد اليوم. إلى اللقاء.